للبيوت أسرار ما عدا البيت الأبيض. خلال عهد ترامب طاردت عدسات المصورين أحداث حرب ناعمة تدور رحاها بين زوجة الأبي والابنة المدللة. تميل السيدتان إلى الوقوف والجلوس بالطريقة نفسها، تبدو تعابير وجههما مقطعة من القماش نفسه، إلا أن الأناقة لم تستر التنافس بينهما. مؤشرات العداوة ظهرت في الكثير من المناسبات، أبرزها كان هذا الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شوهدت ميلانيا وهي تحيي إيفانكا بابتسامة عريضة، ولكن سرعان ما تغيرت تعابير وجهها كما ترون. بعد فوز زوجها بالرئاسة دخلت ميلانيا البيت الأبيض من بابه الواسع، لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، فابنة ترامب سعت إلى سحب البساط الأحمر من تحت قدمي زوجة أبيها وحاولت الاستيلاء على مكتبها في الجناح الشرقي، وهو الجزء المخصص للسيدة الأولى، لكن الأخيرة تصدت لها. تقول الكاتبة ستيفاني وولك في كتابها ميلانيا وأنا إن السيدة الأولى كانت تصف إيفانكا وزوجها بالثعابين. حيثما ولى ترامب وجهه ستجد إيفانكا برفقته حتماً، هي ابنته الأولى من زواجه الأول ومستشارته والمفضلة لديه وزوجة كبير مستشاره جاريد كوشنر. كانت إيفانكا تلتقي كبار المسؤولين عوضاً عن ميلانيا، وتستقبل الوفود الأجنبية وتحضر الاجتماعات في الخارج وتجلس إلى جانب أبيها في أهم المناسبات الدولية. يقول المقربون من العائلة إن الخلافات بين الزوجة والابنة تسببت لترامب بالصداع، فهل سيتمكن الرئيس الخارج من خسارة انتخابية مدوية في رأيكم من حسم الصراع الأنثوي، أو سيمنى بخسارة أخرى في منزله غير الأبيض؟